بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بكم الليلة في ورشة جديدة بعد ابتعاد قرابة شهر عن الدورات الافتراضية. كما تعرفون، أن جمعية تونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة لا هي كيان له وجود في تونس، وهي منظمة معترف بها، وليست فقط تعمل افتراضيا. لدينا مقر رسمي، لدينا صفة رسمية، لدينا كل أنشطة. نكتفي فقط في الأنشطة الافتراضية، بل لدينا أنشطة على الميدان. انشغلنا خلال الشهر الفارط بالتحضير للملتقى الوطني، وهو الملتقى التكنولوجيا الاحترافية، كان في المهدية، وتزامن مع الاحتفال بالمتوجين في مسابقة رمضان بنكهة بلد عربي، كما كنتم ترون منذ قليل في المقاطع الفيديو والتسجيلات الإعلامية والإذاعية. ولنا عودة انطلاقا من اليوم إن شاء الله إلى العالم الافتراضي والتدريبات الافتراضية. قرابة سنبقى متواجدين معكم لشهر إن شاء الله، ثم كذلك انطلاقا من يوم 15 ديسمبر أي الشهر المقبل، سننقطع لانشغالنا بمجموعة من الدورات الميدانية. قررنا أنه خلال العطلة القادمة أن لن نقيم ملتقى وطني، بل سنقوم بمجموعة دورات في الولايات. نحن سنتنقل إلى عدة ولايات، سنؤمن دورات فيها. الولايات التي تقرر فيها التدريب تونس وبنزرت، سيدي بوزيد، سوسة، وصفاقس. ما زالت المونستير وما زالت بقية المدن الأخرى لم تحدد إلى الآن بعد أي الولايات الأخرى التي سيتم فيها التكوين. إذا أكيد أنكم اشتقتم إلى الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، وهي أيضا اشتاقت لكم كثيرا. أترككم الآن في ورشة الإدارة الصفية مع مكونة ومدربة الجمعية الأستاذة بثينة المرعي، وهي معلمة خبيرة مايكروسوفت، أيضا مدربة معتمدة من الجمعية ومدربة معتمدة من مايكروسوفت، لها عدة مشاركات في مسابقات سواء في الجمعية أو خارج الجمعية. أترك لك الكلمة أستاذة بثينة. شكرا جزيلا سيدة ياسمين، مرحبا إذا بالجميع. سأقوم بالبرتاج. مدام ياسمين، إيكرون نعمله؟ تنجم تختار الباوربوينت. سي بون ظاهرة؟ سي بون. إذن ورشة اليوم اسمها الإدارة الصفية. في البداية يسعدني أن أرحب بالسيدة ياسمين السكلي رئيسة الجمعية، والسيد محمد بوبكري نائب الجمعية، وكافة أعضاء الجمعية الكرام، وجميع الحضور من كافة أنحاء الوطن العربي، كل باسمه ولقبه. لمحة بسيطة عني، أنا بثينة المرعي، أستاذ مدارس ابتدائية، متحصلة على شهادة الماجستير في الإدارة الإلكترونية للأعمال، ومدربة بالجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، مدرسة خبيرة معتمدة من مايكروسوفت لهذا العام 2021-2022. حقيقة حبيت نبدأ بقولة دعا إليها المفكر والفيلسوف الصيني لاو تسي إلى تعلم ذي نوعية مختلفة، حين قال: إذا حدثتني سأستمع إليك، إذا رأيتني سأكتفي بالمشاهدة، لكن إذا تركتني أختبر سأتعلم. وأردت أن أبدأ إذن بمراحل تقديم مراحل سير الورشة الإدارة الصفية. إذن أولا أنا حبيت نبدأ بالنشيد الوطني بتاعنا التونسي، ثم سأمر إلى التهيئة تصوراتكم أنتم من هذه الورشة، وسأعطي بعد ذلك مفهوم الإدارة الصفية، ثم فن التعامل مع التلاميذ، فنيات تسيير القسم، التسيير الناجح، وخاتمة الموضوع. إذن النشيد الوطني التونسي. أستاذة بثينة، نعم. لما
لما تعمل الشير اختاري استعمل صوت الحاسوب تجدينه في الأعلى. أعيد المشاركة. ما تنجزي المشاركة ستجدين اتيليزي لي سون دو بي سي. النشيد الوطني التونسي إذا الشعب أراد الحياة فلا بد أن القيد ينكسر. إذا القيد كيف سينكسر؟ في قسمي كيف سأقدر على كسر القيود؟ إذا أولا سأبدأ معكم بسؤال: ماذا أعرف عن تسيير القسم وماذا أريد أن أعرف؟ كلاس بوينت كانت لو تسمحوا تدخلوا على التطبيق classpoint.application ونعطيكم الكود.
أستاذة أبو ثينة، إذا كنت فاتحة أكثر من باوربوينت هو لا يعمل معنا. لا باوربوينت واحد فتحته واضح. صالح ولا نورمالمون سي بون. اوكي تصير لي ضعف الإنترنت، فقط نجم أعيدي الشير أو أغلقي وأفتحي مرة ثانية الباوربوينت، ستعمل لك. حصلت معنا في آخر ملتقى. نسكر الباوربوينت ونعاود نحلو معناتها. ايه إذن في الانتظار، في الانتظار فتح. هناك من يرفع اليد سأخذه. أستاذ عبد الرحمن، تفضل. أستاذ عبد الرحمن، بإمكانك أن تتواصل معنا، تفضل. أستاذ عبد الرحمن، أنت ترفع اليد. من أيضا من يرفع اليد؟ ظهر الشاشة مدام ياسمين. ظهرة. به الكود 7302 7302. إذا نعاود السؤال، أعيد السؤال، ماذا أعرف عن تسيير القسم وماذا أريد أن أعرف؟ طريقة التعامل مع مختلف التلاميذ وكيف أتحكم في الوقت خاصة. أستاذة جيهان، مرحبا بك، شكرا.
تسيير القسم هو كيفية إدارة الفصل. ما أريد معرفته هو كيفية ضبط تصرفات المتعلمين لتكون الحصة متلازمة وقتا ومحتوى. أستاذة أسماء، مرحبا بك. فما 13 واحد دخلوا أو 14. ننتظر إجابة أخرى إذن. أين تفاعل الجميع؟ إذا بينا تتفاعلوا. نمر أو ننتظر أستاذ ياسين؟ أستاذة بثينة، هناك من وجد مشكل في الكتابة، أيوة. وهناك من كتب في صندوق الرسائل، هناك من كتب لك كيفية التعامل مع مختلف أنواع التلاميذ خاصة ضعيف التركيز والمشاغبين. كما قال لم أتمكن من الكتابة. نعم، البعض لم يتمكن من الكتابة. إذا الأمر به. نعم، بإمكانهما كتابة أن يكتب لك في صندوق الرسائل، تقرأين إن أردت. إذا أمر. سؤالي الأول الذي أطرحه هنا، هل هناك فرق بين إدارة الصف وضبط الصف؟ السؤال هذا أنا حبيته يكون نعم أو لا عن طريق الكلاس بوينت كما العادة. أردتم الإجابة، إذا بينا تجاوبوا نعم أو لا. نعم، واحد، هناك واحد من أجاب نعم، هناك فرق بين ضبط الصف وإدارة الصف. لحد الآن 6 إجابات. ثمانية، تسعة،
إذن على الأغلب يقولون أن هناك فرق بين ضبط الصف وإدارة الصف. نعم، الإجابة صحيحة، هناك فرق بين ضبط الصف وإدارة الصف. سأعطيكم الآن مفهوم ضبط الصف ومفهوم الإدارة الصفية، وما الفرق بينهما؟ إذا ضبط الصف، ما معنى ضبط الصف؟ ضبط الصف يعني الأساليب التي يستعملها المعلم للتعامل مع سلوكيات خاطئة يقوم بها التلميذ. إذا نفهم من هنا أن في الإدارة الصفية أعضاء القسم هم بين المربي وبين التلميذ. نأتي الآن إلى مفهوم إدارة الصف. هي مجموعة من الأساليب والإجراءات والأنشطة التي يقوم بها المعلم بهدف تنظيم التلاميذ، أيضا تنظيم الوقت والفصل والمواد التعليمية. لماذا؟ بهدف تفعيل عملية التدريس. أنا سأنطلق، خيرت الحقيقة أن أنطلق من حوار بين أستاذين، الأستاذ كريم والأستاذ سليم. سنرى ماذا سيقول كريم وماذا سيقول سليم. كريم: مرحبا أستاذ سليم، كيف حالك؟ لماذا أنت قلق ومشغول التفكير طول الوقت؟ أستاذ سليم: مرحبا أستاذ كريم، الحمد لله، ما يشغل بالي تلاميذ السنة السادسة، هناك دائما صعوبات في الكتابة والقراءة، لا يدرسون ويشوشون ولا يقومون بواجباتهم، وأعتقد أن هذا ما جعل مستواهم ضعيفا جدا. أستاذ كريم: فهمتك، إنها حقا مشكلة كبرى، ولكن ألا ترى معي أنه يجب علينا إيجاد حلول عبر تغيير طرق التدريس وتنويعها؟ أجاب سليم: هل تلمح أنني أنا سبب هذه المشكلة؟ أنا أدرس منذ 20 سنة، أعرف كل الأساليب وكل الطرق، ولا توجد حلول ولن أغير شيء. أستاذ كريم: انظر إلي، أكيد تجربتك مهمة، ولكن حسب رأيي هي غير كافية. أعتقد أنه يجب علينا أن نتساءل عن سبب هذا الفشل بجدية. يجب أن نفكر في ماذا سنفعل وكيف سنتجاوز هذا المشكل. إذا رد سليم: تعتقد أنه يجب علينا العودة إلى الوراء والتأمل من جديد؟ أنا فعلت كل ما بوسعي ولم تتغير النتيجة. إذا أعود إلى كريم: لنفكر معا ونشارك كل الأطراف، مثلا أن نستشير المرشد البيداغوجي، أو أن أحضر معك حصة وبعدها نناقش معا، ما رأيك؟ إذا أجاب سليم: لا أرى داعيا لذلك، قلت لك أني أعرف كل شيء ولا أستحق مساعدة من أحد منذ سنوات وأنا أدرس. إذا رد كريم: أنت تدهشني، انظر صديقي، عندما تزور طبيبا ألا ترغب أن يعالجك جيدا؟ هل ترى أنه سيعالجك بنفس الطريقة منذ 20 سنة؟ أم تفضل أن يعالجك بطرق جديدة وأكثر فعالية؟ نفس الشيء بالنسبة لنا في ميدان التعليم، هل تعتقد أننا دائما نقدم الأفضل لتلاميذنا؟ ألا ترى أنه من الأفضل أن نقيم ذواتنا؟ أن ننقد ذواتنا نقدا بناء؟ أن نفكر ونحلل أفكارنا، تجاربنا، البيداغوجيا التي نمارسها، تأملاتنا، سلوكياتنا، وأن نتشارك خبراتنا، وهكذا نتقدم نحو الأفضل. إذا في الأخير قال سليم: حقيقة أحببت موقفك وأقنعتني، وأعيدك أن أعيد النظر فيما قلته. إذا شخصية كريم وشخصية سليم، أسألكم سؤال: من الشخصية التي تفضلها ولماذا؟ إذا الإجابة على نفس الكود 7 3 0 2 1، وعلى نفس الابليكاسيون التطبيقة كلاس بوينت نقطة ابليكيشن. من الشخصية التي تفضلها، كريم أم سليم، ولماذا؟
كاري. طيب تفاعل آخر. كريم، ما زلنا في شخصية كريم. ب ثلاثة إجابات. أعتقد كريم لأنه يسعى لتقييم نفسه وتقبل رأي الآخر. جيد، نعم، شخصية كريم. هل هناك إجابات أخرى؟ كريم، إذن الكل حتى الآن أجابوا بشخصية كريم. به نزيد نستنى شوية برك. كريم الذي يشعر إلى التجديد، يعني إذن يسعى إلى التجديد. به كريم مجدد ويسعى للتطوير وفق نظرة تأملية. نعم جيد. شخصية كريم، كريم، إذن كريم، كريم، شخصية كريم لأنه يشجع على ممارسة التحليل التأملي. نعم التأمل، يعني كلمة مفتاح، التأمل، التطوير، التغيير. شخصية كريم مجدد ويقبل التغيير وتطوير الذات. نعم يفضل التجديد والتغيير. ب إذن كلمات مفتاح: تغيير، تجديد، تطوير، نظرة تأملية، تقبل رأي الآخر، تقييم نفسه، ممارسة التحليل التأملي، يقبل التغيير وتطوير الذات. إذن كل الإجابات التي كتبتموها صحيحة. تفاعل جيد، نعم. كريم لأنه يبحث عن التجديد، إذن محبب للتجديد، البحث عن التجديد وحب التجديد. نعم يعني الرغبة، الرغبة في التجديد. به إذن جيد ما قاله الحضور، شكرا لكم. به إذن أغلق الإجابات. به إذن أنا باش ننطلق من اللي قلته، التقييم، التقييم الذاتي. نحن عادة ننقد الغير ولا ننقد أنفسنا. إذا أنا حبيت نشوف أنا قبل ما نسأل روحي كيفاش باش ندير قسمي، هات نقيم روحي، نستعمل أناليز سوات اللي نتصور أغلب الحضور يعرفها. إذا سأحدد نقاط قوتي ونقاط ضعفي، ما هي التحديات التي تعترضني، ما هي الفرص المتاحة أمامي. بالنسبة للنقاط الضعف، ما معنى نقاط ضعف؟ هي الأمور التي لا تجيدها ولا تستمتع بأدائها، أو التي لا تتقنها بالدرجة الكافية وتعيق أدائك. بالنسبة لنقاط القوة، ما معنى؟ يعني الأمور التي تجيدها وتستمتع بها وتساعد على استغلال الفرص المتاحة ومكافحة التهديدات. أما بالنسبة للمخاطر والتحديات، فهي الظروف المحيطة أو أي عوامل خارجية أخرى تؤثر بشكل ما على عملك، والتي تهددك وتشكل خطرا على أدائك. أما الفرص المتاحة فهي الإمكانيات والفرص الخارجية الموجودة في البيئة، والتي يمكن أن تخطط لاستثمارها بالشكل المناسب للتغلب على نقاط الضعف لديك. إذا أنا نقيم روحي، إيش عندي نقاط قوة، إيش عندي نقاط ضعف نداركها. بالطبيعة الكلنا عنا تحديات وعنا صعوبات وهذا لا شك فيه، لكن زادة حتى ما عنديش الفرص، نقولوا احنا الكبيرة عندي الفرص القليلة. إذا هذا في التقييم الذاتي. إذا أقيم ذاتي ثم آتي إلى التلميذ. تعرفوا احنا عصرنا توا هناك مقارنة كبيرة جدا بين تلميذ الأمس وتلميذ اليوم. إذا من خلال هذه الصور تفهمون
أن مثلا تلميذ الأمس كان عندما يعترض معلمه يخاف خوفا شديدا، وآخر السنة يقدم له باقة من الورود. أما اليوم ولا الأستاذ هو اللي خاف من التلميذ. وشوفوا كيفاش آخر السنة ساعات احنا صارت في مدارسنا يرشقون المعلمين أو الأساتذة بالبيض. به أيام زمان، أيام زمان التلميذ معناتها كان مقتنع، وأنه حتى ولو يمشي المدرسة على بعد 25 كيلومتر لكنه عنده هدف باش يحققه. توا كل شيء متوفر بالنسبة للتلميذ، ولكنه للأسف لا يدرس ولا يحقق النتيجة المرغوب فيها. به إذا تلميذ الأمس كان حيحط قدامه أدواته ويقرأ على روحه ويطالع. توا شوفوا شنو احنا اللي صار آخر مرة، الحقيقة شيء مؤسف، ولكن كيف إذا سنصل إلى الحلول، وكيف سنتجاوز هذه الصعوبات، وكيف سأجعل من تلميذ اليوم تلميذ محترم، تلميذ يدرس، تلميذ يحترم الآخر، تلميذ إذا يحب الدراسة، خليني نقول يحب الدراسة، خاطر تلميذ اليوم بالحق تحسه من اللي يدخل للقسم وهو فاتت به. إذا الجيل الماضي كان يحمل لوحة فيها الحروف، أما جيل اليوم يشد التابلت فيعود يستفيد منها التابلت في حاجة مهمة، يولي يشد يفركس في حاجات لا علاقة معناتها بالواقع متاعنا ولا بالدراسة ولا ما نعرفش أنا. إذا السؤال اللي يطرح نفسه، أنا توا نشوف في التلميذ، أنا حقيقة معناتها باش نحكي على روحي، أنا التلميذ نخمم فيه، أنا نقول التلميذ جا في بيئة صعيبة، وحتى المحيط اللي يعيش فيه توا الأم والبو مع الأسف معناتها ما عادش لاقيين وقت حتى شي يتحاور مع ولده ولا مع بنته، حتى باش يسألوا، حتى باش يتفقدوا، حتى باش يتابعوا، أنت شقريت اليوم؟ أنت شعملت اليوم؟ يقول لك انا ما عنديش الوقت، ما لاشكم شي يتابعوا. انا كي نعطيه تمرين مثال في القسم وهو في الدار ما يلقاش شكون يفسر له التمرين هذاك، اي هو كيفاش باش يتصرف؟ فهمتوا؟ اذا ما يجب ان يراعيه المربي اثناء الاداره الصفيه هو بعد المحرك النفسي واحتياجات التلميذ. انا نخمم فيه التلميذ، حضرت مرة تكوين مع متفقدة قالت لنا ريت أنت كي تشارجي التليفون شارجي التلميذ متاعك بالحب، هذا اش قالت لنا المتفقدة. إذا بعد الإدراك لدى التلميذ، البعد الذهني وبعد الأحاسيس. به نأتي الآن إلى فن التعامل مع التلاميذ، كيف تكسب تلاميذك؟ صحيح احنا توا مخسورين، معناتها بالحق هي منظومة تربوية، وياليت أنا واحدة من الناس شكون نحب صوتي يوصل أنه المنظومة تتغير، سواء في الوقت، سواء في المحتويات، سواء في معناتها في الوسائل اللي تتوفر في المدرسة. ماذا بينا معناتها شكون يسمعنا ويوصل لنا صوتنا؟ راهو بالحق يلزمنا نغيره في المنظومة التربوي، خاطر ما تنجمش تلوم المربي وما تنجمش زادة تلوم التلميذ. إذا أما احنا شو نعملوا؟ أونفي افيك، معناتها انا نحاول نغير ونحاول معناتها نستعمل اساليب وطرق جديده في التعليم. وصدقوني راهو التلميذ يحب التغيير، وراهو عن تجربه نحكي لكم، انا كي غيرت في اساليبي لقيت. اذا كيف تكسب تلاميذك؟ بالابتعاد عن العبوس وتقطيب الجبين، تبسمك في وجه اخيك صدقه، تجربة النصيحة الفردية معهم، كل واحد تنصحه وحده، العدل بين كل التلاميذ وعدم التمييز بينهم، إعطاء الفرصة لإصلاح الخطأ، نعطيه فرصة، وعدم التسرع في تسليط العقوبة، مراعاة الفروق الفردية وتنويع طرق التدريس، وعدم إرهاقهم بكثرة الواجبات المنزلية، الاستماع إليهم لمعرفة مشاكلهم ومساعدتهم على حلها. أخيرا علينا بالتحلي بالصبر والحكمة والتواضع والرحمة. أنت تسألني تقول لي أنا ما عنديش الوقت باش نعطي درس، فما بالك أنا باش نقعد معناتها نسمع وندرى شنو. أنا نقول لك معناتها مثالش نلقاو حتى ولو وقت شوية.
نحسب ولدي، هذاك ولدي، هذيك بنتي، ونسمع ونشوف شنو هي مشاكله، ونحاول انا نعدل من سلوكاته. انا تو معش اسمي معلم ولا استاذ، انا اسمي مربي. اش معناتها مربي؟ مربي معناتها نربي ونقري، هذا اش معناتها مربي. به نحبكم تسمعوا فنيات تسيير القسم، نحبكم تسمعوا اش معناتها ابداع. وبعد الابداع، الابداع في اللغه يعني الانشاء على غير مثال سابق، أما من الناحية العلمية فهو عملية ذهنية مصحوبة بتوتر وانفعال صادق ينظم بها العقل خبرات الإنسان ومعلوماته بطريقة خلاقة تمكنه من الوصول إلى جديد مفيد. ما الخطوات التي يجب اتباعها لنكون مبدعين؟ التفكير الإبداعي يتبع الخطوات التي يمر بها التفكير العلمي، ولكن على نحو فذ. ثمة أسئلة تعين على الإبداع، فعلى سبيل المثال يمكنك في مرحلة توليد الأفكار توجيه الأسئلة الآتية إلى نفسك: ماذا لو فعلت أو لم أفعل كذا؟ لم لا أفعل كذا؟ وعند تقييم الأفكار يمكنك توجيه الأسئلة الآتية: هل هذه فكرة جيدة؟ هل نستطيع تنفيذها؟ هل الوقت مناسب لتنفيذها؟ من يستطيع مساعدتنا؟ ما هي النتائج التي يمكن أن تترتب في حالة إخفاقها؟ إن كثيراً من المبدعين لم يصلوا إلى درجة الإبداع إلا بعد أن تخطوا عقبة تلك الأسئلة. من هو المبدع وما خصائصه؟ إن المبدع إنسان كغيره، غير أنه وعاء مملوء بانفعالات صادقة تأتيه من كل صوب، من قراءاته، تأملاته، ملاحظاته، احتكاكاته، اهتماماته ومعاناته، فينفذ ما قرأه وما سمعه وما شاهده وما وعاه ليتخفف من وطأة الانفعالات ومن ازدحام عقله بالرؤى. ثمة خصائص كثيرة يذكرها باحثو الإبداع، غير أن من أهمها في نظري ما يلي: أولاً، الخصائص العقلية كالحساسية في تلمس المشكلات. يمتاز المبدع بأنه يدرك المشكلات في المواقف المختلفة أكثر من غيره، في حين يرى الآخرون أن كل شيء على ما يرام. والطلاقة، وهي طلاقة فكرية تظهر في سرعة إنتاج وبلورة عدد كبير من الأفكار، وتتجلى في سرعة إنتاج الكلمات والتعبيرات، حيث السهولة في التعبير عن الأفكار وصياغتها في قالب مفهوم. إضافة إلى الحساسية والطلاقة، يتميز المبدع أيضاً بالمرونة من حيث القدرة على تغيير زوايا التفكير من أجل توليد الأفكار عبر التخلص من القيود الذهنية المتوهمة، كما يتميز بالأصالة، أي بالقدرة على إنتاج الأفكار الجديدة، شرط أن تكون مفيدة وعملية. وأخيراً، الذكاء، وقد أثبتت الدراسات أن الذكاء المرتفع ليس شرطاً للإبداع، وإنما يكفي الذكاء العادي لإنتاج الإبداع. ثانياً، الخصائص النفسية. يمتاز المبدع نفسياً بما يلي: الثقة بالنفس، قوة العزيمة ومضاء الإرادة وحب المغامرة، القدرة العالية على تحمل المسؤوليات، تعدد الميول والاهتمامات، عدم التعصب، مع خصائص اجتماعية وقدرة عالية على اكتساب الأصدقاء، الاتصاف بالمرح والأريحية، القدرة على نقد الذات وتعرف عيوبها، حب الاستكشاف والاستطلاع بالقراءة والملاحظة والتأمل، الميل إلى النقاش الهادئ، الإيمان غالبا بأنه في الإمكان أبدع مما كان، التغلب على المعوقات، البذل بإخلاص والعمل بتفان. أقفال الإبداع. تأبى بعض الأقفال الذهنية إلا أن تصد قطاعا عريضا من الناس عن ولوج باب الإبداع، وهذه الأقفال في غاية المكر، فهي تعرف كيف تحذرنا
عندما نحاول الخوض في تجربة إبداعية إذ تقول لنا هناك إجابة صحيحة واحدة ولن تصل إليها أنت، لست مبدعاً، لا تقحم نفسك في غير تخصصك، التزم بالقواعد، كن عملياً، إياك والغموض، من الخطأ أن تخطئ. وعقب هذا الإيحاء تتشرب عقولنا أوهام تلك الأقفال فتتراجع عن أي محاولة. صناعة الإبداع، هل ثمة طريق تتوصل به المجتمعات الإنسانية إلى إيجاد مناخ فكري تغرس فيه شجرة الإبداع وتصنع فيه منتجاته؟ بكل جزم نعم، فالإبداع نتيجة يمكن الظفر بها متى توافرت وتضافرت أسبابها. وبنظرة خاطفة إلى المجتمعات الإنسانية نتلمس سر نجاح بعضها في صناعة الإبداع في عقول أفرادها على نحو مكنها من النهوض الحضاري. إذن هذا هو الإبداع. السؤال الأول الذي أطرحه عليكم، ماذا يعني الإبداع؟ هل هو الإنشاء على غير مثال سابق؟ الإنشاء وفقاً لنموذج بديع أو متابعة ما بدأه المبدع؟ إذن تختارون أي إجابة صحيحة، A أو B أو جيم. إذن إجابتين A. نعم، ها الباقي 25 واحد يعني دخل، يعني تنجموا تجاوبوا. أربع إجابات A، إجابة A، ستة سبعة ب، سبع إجابات في الإجابة A. هناك من كتب ب في الرسائل، هناك من كتب اثنين ب، أربعة الآن في صندوق الرسائل هنا في المحادثة. اثنين ب وأربعة ستة سبعة نعم سبعة ثمانية ب ثمانية ب ب تسعة تسعة في صندوق الرسائل هذا عشرة الآن عشرة ب، إذن عشرة وتسعة تسعة عشر عشرين واحدة خمسة كمل يلا كثير من الآن كلهم يكتبون آآ ب، إذن كل الإجابات في الإجابة آ. إذن أغلق الإجابات. إذن جيهان، نسرين، أسماء، شيماء، فادية، سعبد السلام العميري، شكرا لكم. جيهان شكرا لك. إذن نعم، الإبداع هو الإنشاء على غير مثال سابق، معناتها أنت دخلت القسمك ريت حاجة ما عجبتكش غير، يعني أنت توا باش تدخل قسمك وأنت مبدع، ما عندكش نموذج باش تاخذ عليه وماكش باش تكمل اللي بداه غيرك، أنت باش تجدد وباش تجيب الحاجات الجديدة سواء في سلوكيات التلاميذ أو في أعمالهم. يعني نحن اليوم بالحق يلزمنا نغيره، غير من نفسك وغير من نفس التلميذ. به السؤال الثاني، يتميز المبدع بصفات منها الثقة بالنفس و A القدرة على نقد الذات، ب لكنه يفتقر إلى القدرة على نقد الذات، ج وتضخم الذات. إذن بماذا يتميز المبدع؟ ما هي صفاته؟ أيضا نفس تختارون الإجابة A أو B أو ج. إذن صفات المبدع الثقة بالنفس، وهل القدرة على نقد الذات، هل تضخم الذات، أو إذن الإجابة الأخرى يفتقر إلى نقد الذات. إذن ثمانية إجابات تقول الإجابة A. إذن في صندوق الرسائل العديدين كتبوا A A A B. إذن 11 وصلنا لهنا، 12 B، إذن 12 إجابة تقول الإجابة A،
13 ب ب جيد حد الآن جيد. إذا أغلق الإجابات. إذا الإجابة صحيحة، نعم هي الإجابة A. المبدع من هو المبدع؟ هو الذي يكون لديه إذا ثقة بنفسه وقدرة على نقد الذات، اللي احنا راو أغلبيتنا الكلنا معناتها ديما ننقد غيري وننسى باش ننقد روحي. به إذا فنيات تسيير القسم. تسيير القسم فن لا يجيده إلا من يعرف تطبيق الأساليب التربوية الصحيحة والاستعداد الشخصي لك أنت أيها المربي الفاضل، يلعب دورا أساسيا في إتقانه وإثارة رغبة التلاميذ في تلقي الدرس مع المراقبة المستمرة والتنظيم والمتابعة. به العوامل الحاسمة في إدارة الفصل هي أولا المعلم. لماذا المعلم؟ لأنه من الملاحظات والمشكلات التي قد تجعله سبباً لمشاغبة التلاميذ هي عدم إتقانه لمادته. والمعلم الناجح من هو؟ هو الذي يسد هذا الباب عن طريق التحضير الجيد للمادة ذهنياً وكتابياً. مش كتابياً. ثانياً عدم قدرة المعلم على إيصال المعلومة بالطريقة المناسبة، والحل لهذا المشكل هو تقديم الإضافة، فالأمران متلازمان، ماذا ندرس وماذا ندرس وكيف ندرس. إذن الدعوة هنا إلى تجديد وتنويع أساليب التدريس. به ثالثا فما معلمين معناتها عندهم أصوات منخفضة، صوت المعلم المنخفض مما قد يسبب صعوبة في الإصغاء وبالتالي تسرب الملل أو النعاس أو الشغب. رابعاً سوء معاملة المربي لتلاميذه، وهنا المرجو منه أن يكون ودوداً معهم ويعرف كيف يتصرف وكيف يجعلهم يحبونه ويحبون مادته. راو بالحق المعلم قبل ما توصل للعقل أنت، أحنا ذيك مهنتنا يلزم توصل القلب. خامساً ضاعف من إشراك، فمشكون بكري سألتني على التلميذ المشاغب، أنا أعطيك حل، ضاعف من إشراك التلميذ المشاغب في سير الدرس وكلفه بمهمات قيادية خارج الفصل أو داخله. به سادسا فتح باب الحوار اللي احنا هذايا نفتقروا له ياسر مع ولي الأمر. أنت قدوته وقدوة ابنه مهما كانت سلوكياته ومهما كانت تصرفاته، أنا يلزمني نكون قدوته ونكون قدوة ابنه. ومن الأفضل أن يكون المربي، ها صفات المربي، إيجابيا مفكرا متفائلا مقيما لذاته محللا لذاته ناقدا نفسه قابلا النقد البناء وليس النقد الهادم. فما نعبيت كي تنقد معناتها تطيح لك المورال، اما انا واحده من الناس خلي ينقد الغدوه مثال، نعرف روحي انا شنية، نتقبل النقد البناء وعندي ثقه في روحي. وان يكون مبدعا حتى يؤدي رسالته على اكمل وجه. اذا التسيير الناجح، كيف يكون التسيير الناجح؟ تتوقف القدره على النجاح في تسيير القسم البيداغوجي على مقدار اهتمام المدرس بالعناصر البيداغوجيه التي تساهم في تحقيق هذا النجاح وتطبيقها بمهاره وابداع. اهم هذه العناصر هي 3 حاجات: الاثاره الفكريه، العلاقات الشخصيه، العلاقات بين اعضاء القسم. نرجع لكل نقطة نعطيكم تفسير بسيط. الإثارة الفكرية يعني لهنا تكون فما وضوح اتصال كلامي بين المدرس والتلاميذ وإبراز العلاقات بين المفاهيم وإشراك التلاميذ في العمل حتى إذا يحصل التلاميذ على المعارف والمهارات اللازمة. بالنسبة للعلاقات الشخصية، العلاقات بينك وبين تلاميذك، فما مبادئ تقوم عليها اللي هي مبدأ الحق ومبدأ المساواة ومبدأ الحاجة. تعطي التلميذ حقه في القسم، تساوي بينه وبين غيره، وزادة تشوف شنو هو احتياجاته وشنو هو مشاكله.
أخيراً العلاقات بين أعضاء القسم، إذا هي علاقات إيجابية. شكون أعضاء القسم؟ ماني أنا، المربي والتلميذ. إذا لهنا يلزم عندي مفهوم الكفاءة الذاتية. علاش؟ باش نزيد قدرة التلميذ على التوقف، على توقع الوصول إلى الأهداف المطلوبة. به، إذا هذا التسيير الناجح. به، لهنا احنا في الغالب حتى في القسم ما نعرفش كيفاش نوزع تلاميذي. شنو النصائح اللي نقولهم انا؟ وزع التلاميذ في القسم حسب قاماتهم، ليكن القصير في الامام والطويل في الخلف. انا ساعات في الصف يدخلوا كما يحبوهما، خلينا نحن معناتها نفهموهم، مش نقولوا انت اقعد غادي ولا انت اقعد غادي، نفهموا راهو هذا صديقك اقصر منك مش باش يشوف. إذا أنت تقعد وراه وهو يقعد قدامك حتى لا يعيق رؤية الآخرين للسبورة وتحصل فوضى أنت في غنى عنها. ضع التلاميذ الذين يشتكون من نقص في السمع أو البصر في جوانب الصفوف الأولى. نبه أولياء التلاميذ الذين يعانون من قصر في النظر أو السمع واجعل مكانا مناسبا لهم، ويمكن الاستعانة لأجل ذلك بالمسؤولين الإداريين. إذا عندكم هوك أنواع من التنظيم، إذا كان القسم يسمح إذا بذلك يمكن تنظيم الجلوس على شكل حرف U U إذا كان عدد التلاميذ يسمح بذلك. أيضا من النصائح التي إذا أقدمها هي أن أشرح الدرس بأبسط الطرق الممكنة، أن أنوع في أسلوب شرح، أن أطرح في حدود الإمكان على التلاميذ في بداية كل درس أسئلة متعلقة بالدرس الماضي. لا أتبع طريقة واحدة في العرض، بل أنوع من طرق العرض لإبعاد الرتابة والسأم والملل من نفوس التلاميذ. أراعي الفروق الفردية باعتبارها ظاهرة عامة. أستخدم أسلوب سوف نسأل بعد قليل، ذلك سيجعل التلاميذ أكثر انتباه. لا أقبل الجواب إلا من التلميذ المسؤول فقط. شكون التلميذ المسؤول؟ التلميذ المسؤول اللي يرفع يده، اللي ما يقفش، اللي ما يسيحش، اللي ما يعيطش، حتى يتعود التلاميذ النظام. أنقل نظري بين التلاميذ حتى يشعر كل تلميذ بأنه موضع اهتمامي وعطفي وعنايتي ورعايتي ومراقبتي. لا أكن جامدا ولا أكن كثير الدعاب. لا تكن لينا فتعسر، ولا تكن صعبا فتكسر أو فضل أو غليظا. به، لهنا حبيت باش نعطيكم استراتيجية القبعات الست. هذه استراتيجية روحي كمربي، وحتى استراتيجية معناتها نجم نستخدمها حتى في دروسي في القسم. وراني شخصيا أنا استعملتها عمي ومع تلامذتي ولقيت نجاح ونتيجة. به، إذن باش تعطيوني انتم باش تربطوا بسهم كل قبعة انهي اللون متاحها. باش نقرا لكم اذا القبعة الاولى قبعة تبعد عن المخاطر والمشاكل والعيوب الظاهرة والباطنة. فعند الحديث عن شيء ما او مناقشة المشاكل التي قد تواجهنا فانها تساعدنا على تفاديها. فعند استخدامها يسأل المعلم ما العواقب؟ ما المخاطر؟ ما المشاكل التي يواجهها؟ أي نوع من القبعة؟ أي لون؟ ثم تعتني القبعة بالبرامج والخطط وتلخيص الأفكار والتحكم في عمليات التفكير. فهي تقوم بتلخيص الأفكار، وقد يسأل المعلم ما أهم فوائد كذا؟ أكتب ما لا يزيد عن سطرين حول كذا. مثلاً صمم شعاراً يتحدث عن النظافة. ضع جدولاً لمواعيد زيارة الجد، أي لون من القبعات اللي عنده فكرة. به، ثم هي قبعة تعتني بالمشاعر وترصدها دون أن تحتاج إلى تفسير هذه المشاعر أو الانطباعات. كأن يسأل المعلم تلاميذه ما شعورك عند حصولك على هدية من والديك، أي لون من القبعات. ثم قبة الإبداع، قبعة الإبداع ففيها حل للمشاكل ووضع البدائل والاقتراحات لشيء ما، وتفتح مجالات للخيال. فيسأل المعلم ماذا لو حدث كذا؟ ما الاقتراحات الممكنة؟ ما البدائل؟
إذن أي لون من القبعات، ثم قبعة المحاسن والإيجابيات، فيسأل المعلم عن فوائد شيء ما والآثار الجانبية له ومحاسنه. وبعد الانتهاء من هذا الدور ينتقل المعلم إلى القبعة الخضراء. به ذوما كلهم عندهم علاقة ببعضهم. أخيرا أي لون من القبعة يناسب هذا الموضوع، يقدم المعلم في بداية الدرس الحقائق الأساسية والأفكار الرئيسية، المعلومات والبيانات المتوفرة تربطون بسهم. إذن تقومون بربط بسهم كل قبعة أو كل لون ماذا يناسب من مفهوم القبعات. به إذن الإجابة الأولى من أستاذة نسرين، به القبعة الأولى سوداء. به الإجابة الأولى سوداء صحيحة. الثانية به إذن إجابات مختلفة. الإجابة الأولى سوداء، ومن بعدك شيء الزرقاء، ومن بعدك شيء المشاعر. المشاعر لا، هي لا. به من بعد الإبداع خضرة صحيح، وهذه الصفرة صحيحة. قلبت شوية الأستاذة شيماء، قلبت بين الحمرة اللي هي متاع المشاعر البيضة. ايه أستاذة شيماء. به نجيو الأستاذة فاتحة، الأولى السوداء، به الثانية ماهيش البيضة، والثالثة المشاعر يعني الحمراء صحيح، ومن بعد الإبداع خضراء، والصفراء هذيك متاع المحاسن. عندك غلطة واحدة اللي هي الثانية ماهيش البيضة، الزرقاء. به وإلى السوداء، وهذه أستاذة أسماء حمراء المشاعر، والخضراء الثانية تعتني إذا تفكير. به إذا حد الآن ملقيتش إجابات كاملة صحيحة. بهذه سوداء أو هذه زرقاء صحيح، هذه زاد غلطة في المشاعر. بهنا ما صارش رابط وهنا ما صارش رابط. بنجيو لهنا، إذا هذا الأسود وهذا الأبيض، والمشاعر حمراء. وهذه غلطة في هنا، وقلبت مع أستاذة إيناس، قلبت بين الخضراء والصفراء. به يعطيكم الصحة على إجاباتكم وعلى تفاعلكم، شكرا لكم. ساعة بتسلام شفتها ديجا نورمالمون. باهي هذه سوداء وهذه زرقاء، هذه سوداء لا، فما غلطة. به أستاذة إيماء إجابة الأولى السوداء، إجابة الثانية ما جاوبتش، والإجابة الثالثة حمراء صحيح، والإجابة اللي بعدها خضراء،
بعدك شي صفرة عندك إجابة واحدة اللي هي نورمالمون باهي نحسبوها صحيحة نتاع إي مدام إيمان، خاطر خليت كلمة واحدة برك. باهي إيه، شكرا لكم إذا على تفاعلكم. باهي إذا أغلق الإجابات. باهي نفسر. إذا مادام عندي مخاطر مشاكل عيوب بطبيعة باش يكون اللون الأسود، إذا القبعة السوداء. بعد عندي برامج، خطط، تلخيص أفكار، تحكم في عمليات التفكير، فوائد هذه باش تكون في اللون الأزرق. به ومن بعد عندي المشاعر، عادة المشاعر نقولوا نحن مشاعر الحب مثال باش تكون اللون الأحمر. الإبداع، حل للمشاكل، اللون الأخضر. المحاسن، الإيجابيات، إذا فوائد أو الفوائد والآثار الإيجابية، لهنا اللون الأصفر. أخيرا المعلم عندما يقدم الحقائق والأفكار الرئيسية تكون في اللون الأبيض. لهنا هذه تنجم أنت تعطيها في درس مع تلميذك، في تاخذ مثلا درس قراءة تقول له أي أنت ستلبس القبعة الحمراء، إذا في النص ما هي مثلا المشاعر أو نقول نحن موقف شخصية كذا من كذا، وهو يبدأ يفكر وبعدك شي يجاوبك. تعطيه أنت مثلا القبعة السوداء، أي ما هي المشاكل أو الصعوبات الموجودة في هذا النص، وهو هذاك معناتها يعاون وبعدك شي باش يجاوبك. القبعة الخضراء مثلا، أي أنا عندي مشاكل في النص، شنو هو الحل؟ ما هو الحل؟ هل قدم لك مثلا النص بحل، أنت هل ترى هناك بديل في تقديم هذا معناتها هل ترى هناك حل بديل؟ تعطيه يلبس القبعة الخضراء. القبعة الصفراء أيضا، إذا تلقى في النص مثال حكي لك مثلا من عرشنا على عيد الشجرة، أي ما هي فوائد الشجرة؟ والقبعة البيضاء مثلا خرج تلميذ يلبس لي القبعة البيضاء مثلا باش نعطي أي يعطيني الفكرة الرئيسية لهذا النص. إذا هذه الاستراتيجية متاع القبعات الست نجم نخدم بها في قسمي، وتو تشوفوا قديش يكون التفاعل متاع التلامذة وقديش يعطيو انتباه، ونجم زادة نخدمها مع روحي أنا توا باش ندخل لقسمي. أي أنا شنو عندي مشاكل، شنو عندي إيجابيات، شنو الحاجة اللي يلزمني نبدع فيها، شنية برامجي، شنية الخطط متاعي، أنا مشاعري كيفاش باش تكون مع تلامذتي، مشاعرهم هما كيفاش باش يكونوا معايا. يعني استراتيجية بالحق تعاون، أنا ننصحكم تجربوها. به إذا أخيرا ماذا أقول؟ أن التعلم لا يتحقق بالصدفة، بل يجب البحث عنه بحماس واجتهاد. الاجتهاد يتغلب على الصعوبات والكسل يصنعها. لا تتمنى أن يكون الأمر أسهل، ولكن تمنى لو كنت أفضل. اسعى أيها المجتهد للتقدم والتطور وليس للكمال. إذا أخيرا خاتمة الموضوع، أخي المعلم، أختي المعلمة، تذكر أمانة المهنة وجسامة الدور وأهمية التربية، واحتسب الأجر والثواب وأخلص النية، فأنت الأمل بعد الله في إصلاح الجيل، خاطر إذا كان احنا ما نصلحوش شكون اللي باش يصلح؟ ولا تجعل من المعوقات والمحيطات والحالات الشاذة عذرا للتقاعس وعدم العمل. نعرف فما برشا صعوبات وفما برشا معناتها مشاكل، لكني ديما نسعى وديما نقدم القدام، ما نوخرش، وديما عندي أمل، وديما نغير، وديما نصنع التغيير، وديما نبدع. وبالحق لو نحكي لكم عن تجربة أنا شخصيا عاملة وتلمذتي متاع سنة سادسة في المواد الاجتماعية، كانوا المواد هذه يكرهوها. في آخر العام غزرت تلميذ ومعناتها، وحتى الكل هم متشاركين، قال لي أنيسة أنا نحب نعاود العام. علاش؟ قال لي خاطرني باش نحب نقرا عندك العام الجاي. يعني علاش؟ خاطرني انا جبت طرق، معناتها المواد الاجتماعيه قريتها بالالعاب، ما قعدتش ايا نمل هذا الدرس وهذا وهاو ندرى شنو، لا
قدمتها في شكل ألعاب. إذن أخيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وشكرا على حسن المتابعة. كهو أنا أنهيت هذا ياسمين. شكرا لك، حصلت الإفادة وإن شاء الله تكون ورشة يعني عجبتكم الناس كل. نعم شكرا لك يا أستاذة بثينة، حقيقة ورشة رائعة وما كل ما قدمته ممتع وجيد ومفيد. هناك تفاعل كبير مع المتواجدين معك. نعم رابط الشهادات وضعناه الآن لكي تأخذوا لكي تتنالوا شهادة موقعة من جمعية من المدربة. فقط عليكم ملء الاستمارة لأن هذه الطريقة الوحيدة. فيما بعد يمكننا إضافة شهادات أخرى. شكرا مرة أخرى أستاذة بثينة، قالوا لك ممتاز، دمت متعلقة. شكرا لك على كل شيء وعلى اللي تقدمه الجمعية. راني بالحق أنا من اللي انخرطت فيها الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة تعلمت منها برشا حاجات، ونشجع الناس الكل باش معناتها تواكب كل دورات الجمعية، خاطر بالحق راهي مفيدة. وحتى الأساليب اللي قدمتها جديدة في قسمي راهو بفضل الجمعية وبفضلهم هما قدمت. وإن شاء الله نعم هي فرصة لنقول بأن الأستاذة بثينة كانت منخرطة معنا في الجمعية التونسية تكنولوجيا التربية الحديثة، وبتميزها الذي لاحظناه من خلال دورات التدريبية ومن خلال مشاركتها في مسابقات الجمعية، وخاصة الملاحظة المباشرة من السيد محمد البوبكري وهو من اقترح تبني الجمعية الرسمي للأستاذة بثينة مرعي لتكون مدربة معنا في الجمعية. وأظن أن إنك معنا منذ شهر منذ عيد ميلاد الجمعية أي منذ السنة الفائتة في شهر ديسمبر. ونقدم تحية الأستاذ محمد. نعم معنا أنت رسميا معنا في شهر ثمانية، شهر ثمانية وقمت بدورات في تونس، دورات شهر سبتمبر رسميا كمدربة، قصدي رسميا كمدربة. أي نعم باب دائما مفتوح لكل من نراه متميز. إذن وضعنا لكم رابط الشهادات، فقط نطلب منكم ملء الاستمارة. أظن هناك من يريد التدخل معنا، نسمح له بفتح المصدح. من يريد التدخل تفضلي أستاذة إيمان. أستاذة ياسمين صوتك ما عادش مسموع. صوت نعم أستاذة أسمى، أستاذة أسمى جميل تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أسمى جميل. ربي يبارك فيكم يبارك في علمكم وجزيكم عنا خير. طبعا أنا تابعت هلبا معكم يعني أكثر من مرة الحمد لله استفدت، بس حبيت نسأل الأخت على الاستراتيجية طبعات الست. أنا حاولت نطبقها لكن لاحظت أن هل في كل درس أن يطبق ست القبعات؟ يعني في بعض الدروس ما تغطيش كل القبعات، هذه أحد المشاكل اللي واجهتني أثناء الطب. نعم صح. شكرا. صح نعم صح، ليست كل الدروس يمكن أن تستعمل الاستراتيجية، لكنها معناتها أنت إذا كان الدرس حتى ولو ما تنجمش تستعمل فيه الاستراتيجية راه تنجم تضيف أنت حاجات تخلي الآن والاستراتيجية ذي تتمشى مع درسك. يعني لو فما حاجات منقوصة في درسك حاول أنت تضيف حاجات معناتها باش تناسب الاستراتيجية هذية. أما أنا نشوفها راه خاطر في كل حاجة، أنا مثلا في كل درس تلقى عندي مشاكل، تلقى عندي مشاعر، تلقى عندي أهداف خطط، تلقى عندي معناتها فوائد. نتصور يعني تتمشى مع الدروس، مع الدروس الفرق. حتى ولو ما فماش جزء نجم نزيد.
هذا شنو معناتها نقول في واضح. بالنسبة نعم بالنسبة لاستراتيجيات القبعات الست مدربة الجمعية الأستاذة بسمة الترابيسي تتابعونها على صفحة الجمعية، هي اقترحت ورشة القبعات الست خلال هذا الشهر، ستكون هناك ورشة، تابعونا تكون هناك ورشة إن شاء الله في القبعات الست، وشهادة تنالونها أثر أنك متخصص في هذه الاستراتيجية. أستاذ عبد الكريم تفضل. عبد الكريم شبل أستاذ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عسى مدام ياسمين، شكرا على إتاحة الفرصة للتدخل معكم على الفضاء والمنصة. تحية لكل الزملاء، تحية كبيرة ياسر للمدربة اللي قدمت لنا حصة اليوم ممتازة جدا في كيفية تأثير القسم والتعامل مع تلميذ الأمس وتلميذ اليوم. شكرا لك وشكرا للجمعية على المجهودات اللي قاعدين تبذلوا فيها، مجهودات جبارة ومجهودات كبيرة ياسر، أنشطة على كل المستويات، فضائي في على الواقع، وشاركنا في لقاء متاع المهدية وكانت فرصة طيبة جدا. فقط حبيت نتدخل حول نقطة بسيطة أشرت لها المدربة وتتعلق بفن التعامل مع التلاميذ، تلميذ اليوم وتلميذ الأمس، خاصة تلميذ اليوم. قالت بأنه نتيح الفرصة للحوار مع كل التلاميذ والمتعلمين، نستمع لمشاغلهم ولمشاكلهم، لكن نحن نعرف أنه المعلم في داخل الحصة داخل الفصل عنده حيز معين من الوقت، وعنده برنامج ملتزم به، وعنده تمشيات بيداغوجية معينة لابد مشيها في الحصة متاعه. هذا كله مع ضغوطات العمل الخارجية مع صراحة يعني ما يكونش للمعلم على أنه صحيح تلامذتك تسمعهم وتسمع مشاغلهم وتتيح لهم الفرصة وتعرف مشاكل. في بعض الأحيان لما تبني العلاقة الكبيرة بينك وبين التلميذ يخليك تفهم ومن عينيه برك تعرف مشاكله، تعرف مشاغله، تعرف إشكاليات اللي عايشها، واللي وبالتالي حتى اللي ما يفهمكش في القسم وفي حصتك تعرفه بعينيه برك تعرفه أنه ما يفهمكش. يعني هذيك صحيح فنيات تسيير القسم، ولكن صراحة أنك مش تستمع لمشاغل الكل هذا في حيز زمني بتاع ساعتين ولا كلام عن فاصل صعبة ياسر. عبد الكريم أنا نجم نعم مدام حاجة، أنه مثل تعمل اجتماع يعني حتى مع الأولياء، معناتها تستمع للأولياء التلامذة مش الكلهم، أنا باش نستمع ليهم، أنا باش نستمع للتلميذ اللي هو عنده مشاكل، اللي هو ماهوش لباس، اللي هو يعاني معناتها في مشاكل نقولوا نحن اجتماعية في دارهم، فهمت؟ اللي ما عندوش شكون يسمعه، أنا هذاك نخصص نتفاهم مع سيد المدير ولا سيدة المديرة ونحاولوا، خاطر هي توا نورمالمون فما دور الأخصائيين النفسيين، هذا الدور أنا مثلا ما نشوفوش موجود، معناتها ما فماش أخصائيين نفسيين قاعدين يدوروا على المدارس، فهمت؟ ولهذا أنا شو نعمل؟ باش نقعد مكتفة إيديا؟ ما نقعدش مكتفة إيديا، ما يسالش، نمشي نتفاهم مع سيد المدير ونقول له أي نعمل اجتماع مثلا بالتلميذ بالتلمذة هذوما، خلينا نحكيو معاهم، خلينا نشوفوهم، خلينا نشوفوا شنو مشاكلهم ونحاولوا. راهو هي توا المشكلة معناتها صحيح راهو وقت الضغط الوقت، أما ما يسالش، الفايدة تكون عندي إرادة، أنا تكون عندي الرغبة وتكون عندي الإرادة، وشوية شوية معناتها مثالش نبدأ بشوية بشوية نقدم حتى لي إن شاء الله معناتها نقوله نحن تتحل، ولو أني هي منظومة كاملة راهو يلزمها تتبدل. أستاذ عبد الكريم، عندي ما نقول في الملاحظة اللي قلتها، إحنا ممكن محظوظين المعلمين على الأساتذة اللي عنا أكثر وقت مع التلميذ، في العادة ساعتين أو 4 ساعات، فأنا سنة أولى أدرس نفس القسم 4 ساعات يوميا. الحقيقة كيفاش نعرف اللي التلميذ هذاك عنده مشكلة ولا ناقص عطف ولا ناقص حنان؟ في الثامنة صباحا عندما تنطلق تحية العلم، بالعادة نكون خارج القسم معهم، نراقبهم، شوف شكون حضر القسم وشعره ما مشروط،
مش شعر يكون خاص الوجه يكون مش خاص الوجه، يكون جاي عينيه مثلا بالدعماش يكون ليش يكون ملبس ومعوجه. انا نفهم مثلا اللي ناقص عينيه في المنزل هذاك، ساعات نجيه حتى يبدا صحابه يبدا يقرا نجيه مثلا نقول له شو فطرت اليوم شو عملت شنو، نبدا نسال مثلا لاحظت على تلميذ عندي اللي ديما تجيب وجدته مرة اثنين، بالتالي بالأسئلة معاه اكتشفت اللي ما عندوش عائلة، ما عنده والده مش معاه أمه مش معاه هكاك ممكن ياخد نقري في السنة الأولى. دونك بطريقة بسيطة تشوف الأولياء يوميا، تشوف التلام بتشوف حتى هي من هيئتهم نفهم، خاطر من بعد كي توليو يقرأ سنة رابعة سنة خامسة يولي الاعتناء بنفسه تهيئة الحضور المدرسة. لكن في السنة في السنوات الأولى نجموا نفهموه التلميذ اللي ناقص اعطي عناية، واللي عنده مشكلة عائلية نجم نفهمها بسهل. صحيح. فعلا من الناحية دي صحيحة، ولكن كان فهمي على أساس أنه مش تفتح فرصة للتلاميذ الكليجا باش تسمع مشاغلهم في حصة ولا باش تسمع، لا، إنما على طيلة السنة على ثلاثي على كذا كل مرة تشوف حالة تحاول أنك تعالجها، تحاول أنك تتعامل معها، تحاول أنك تقرب من التلميذ ذاك، تحاول أنك تدخله في القسم أكثر، تدمجه أكثر، تخليه مرتاح أكثر، لأنه النفسية تدخل في العملية التربوية أو أكثر حاجة، وتخلي التلميذ ينجم يخدم ويقدمها معك. ومشكورين إن شاء الله. شكرا للمدربة، شكرا مدام ياسمين، شكرا، الله يبارك فيك. نختم مع الأستاذة يسر يوسف غنام. السلام عليكم. عليكم السلام، معكم يسرى غنام من فلسطين. مرحبا بك، يعطيك العافية أستاذة ياسمين وأستاذة بوتينة، ما شاء الله عليكم وبارك الله في جهودكم. بس بسأل المادة هاي بنقدر نحصل عليها اللي عرضت الست بوتينة؟ أنا عن نفسي نبعث المادة الأستاذة ياسمين وهي تحطه لكم إن شاء الله. وهذه الورشة هي مسجلة بعد ستكون الليلة أو غدا إن شاء الله على اليوتيوب. مشكورين، الله يعطيكم العافية. مرحبا بك، لمن سأل عن رابط الحضور هو موجود الآن. إذا أستاذ بوتينة نشكرك مرة أخرى إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في فرصة قادمة الأسبوع المقبل. تصبحون على خير جميعا.